أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من سالون دي سيانس اليوم حلقتنا كمان رح نحكي فيها عن خيرات بلادنا عن خيرات طبيعتنا عن خيرات بيئتنا ربنا أنعم علينا بكتير من الخيرات أنعم علينا بثروات طبيعية بس نحن يمكن ما عم نعرف نستفيد منها أوقات عم من, من نتعرف عليها منستغلها لا اليوم نحنا ما نعرف كيف ما من نستفيد منها واستفادة, واستفادة المستدامة يعني نضل نقدر نستفيد منها من جيل لجيل هيدي نعمه من ربنا نحن منا نحن مقت... منا غير مؤتمنين عليها نحن مؤتمنين عليها للاجيال القادمه لذلك نحن بدنا نطورها بدنا نحسنها واليوم في تقنيات جديده وحديثه تنقدر نطورها ونحسنها من هالخيرات هي خيرات شجره شجره البركه اللي دائما حكينا عنها بعده مرات صرنا والكتاب المقدس ذكرها وهي رمز البركة ورمز الخير هي شجرة الزيتون شجرة الزيتون قد ما نحكي عنها فيها خيرات كتير اليوم ما نحكي عنها ونشوف كيف نقدر نستفيد منها ومن خيراتها نحن تعودنا عليها نستفيد منها نعمل منها الصابون البلدي نستفيد منها من الزيت من الزيت الزيتون الحلو بنسميه زيت الحلو اللي هو فخر لأنه إنه من أفخر زيوت العالم زيت الزيتون اللبناني، الصابون البلدي من أهم الصابون اللي ينعمل بس على طريقة صحيحة لما بينعمل على طريقة صحيحة اللي بيكون منه في اكسي او مكترين في اليدروكسيد الصوديوم يعني هلا الماده اللي بتخلي الزيت يصير صابون اليوم نحن في تقنيات جديده كمان. بالإضافة لها التقنيات القديمه التقليديه كمان في تقنيات جديده لزراعه شجره الزيتون، لقطاف الزيتون، لموسم الزيتون، لزيت الزيتون عصره وكمان نستفيد منها بطريقه الصابون بطريقه حديثه وكمان نقدر نستفيد منها عده مجالات بعدة انواع منظفات منزليه كلها اليوم رح نستفيد من خبره اشخاص اختبروا شيء عملوا تجربة منا وتجربة نجحت اليوم نحن رح نحكي عن هالتجارب لحتى الكل يستفيد منه ويعرف انه والرسالة اللي بدنا نوجهها من هالحلقة لكل شاب لبناني لكل صبية لبنانية من قلن انه بلبنان فينا نقدر نستعمل كل طاقاتنا العلمية والفكرية تنقدر نستفيد من طبيعة لبنان ومن خيرات لبنان ونبقى بهالبلد ونطور سوا هالبلد كلنا سوا من درور نهاجر تنقدر نعمل مصالح ونقول عنا بلبنان ما في شغل لا في شغل في افكار واليوم رح, رح يكون عنا شخصين اختبروا هالشيء وعملوا تجربه ناجحه معنا المهندس ارشيتكت هو ارشيتكت منه مزارع وهيدا اللي حلو انه قدر كمان يعمل ريسيرش ويزرع شجره الزيتون اهلا وسهلا فيك حضره المهندس شربل ابو جوده وهلا بحكينا عن خبرتك هيدا كمان معي مهندس كيميائي سبق وطلعنا نحن وياك قبل بمره وشفنا كيف تعمل الصابون وكيف تعمل ديتاجون، اليوم بدنا نستفيد كمان بعد من خبرتك لانه كمان عندك افكار نقدر نستفيد من هالاراضي البور بزراعه مجانيه تقريبا اوكي نقدر نستفيد من هالاراضي البور اللي بعدها متروكه مهمله تكون ثروة لنا هالأراضي أهلا وسهلا فيك حضرة المهندس الكيميائي فادي أبي سليمان أهلا وسهلا فيكم بداية ما نحكي عن تجربتكم اليوم حضرتك مهندس أرشيتكت وأرشيتكت ناجح اتجهت تجهت للزراعة كمان تقدر تستفيد من هذا وتقول للعالم أنه منقدر نستفيد من اراضي لبنان البور ورحت لمنطقه كثير بعيده، منطقه نائيه ويمكن اهاليها بيعانوا من فقر او بيعانوا من عدم شغل او اهمال. اليوم انت كيف كانت هالتجربه؟ كيف بلشت؟ التجربه بلشت نحن كلنا كلبنانيه ما عندنا شيء سبتوا احد نعمله الا يا نسهر يا مطعم، ما في عندنا شيء اكتيفيتي كومون. بتلاقي كل هالشباب المسقفه هلا عم تتوجه على الزراعه. والبرهان بمعرض اللي صار بميدان سبق الخيل كان في كل هالشباب اللي عارضين عن مبيد والزيتون والكذا كلهم هي مهندسين يا محامين يا طيارجيه بدهم يعملوا شيء سبتوا احد يغيروا جو توجهوا على الزراعه زراعه الكرمه نحن توجهنا على زراعه الزيتون طلعنا على المنطقه اللي فوق بمنطقه جد الفاكهه منطقه كثير حلوه فيها سهول فاضي غير مستثمره درسنا تنشوف شو بيطلع فيها وارض خصبه وارض خصبه وشمس حلوه يعني ومي قد ما بدك تحت الارض بس هذا البترول اللي عندنا فوق هو بترول المي هلا في بترول مش عم يشيلوه يستوفلو. بس نحنا بدنا بترول المي اراضي كلها خصبه وغير مزروعه بس بدنا شغله من الدوله تساعد المزارع بالمي اكثر كلفه عم نحطها نحنا فوق هي المي مع انه الشمس كتير مهمه طبيعه الارض التربه الغنيه تربه كثير غنيه وانتاجها كثير حلو صعب شوي لان في مطارح صخريه مطارح كذا مطارح زراعية رائعه جدا اخترنا الزيتون لفوق مش مش عن عبس نحنا بيناتنا طلعنا نتصيد لقينا انه احلى شيء للصيد هو الزيتون عملنا ريسيرش شفنا العالم بمطرح بالزيتون ونحن بمطرح فقلنا ليش نحنا ما بنزرع الزيتون مثل ما عم يزرعوا برا يعني المزارع عم يعاني اول شيء من قطف الزيتون عم يعاني من الشحاله آه، كل السيستم بجلالة وبالكذا بينما بهالطريقة هي لأول مرة حدا بيزرع بلبنان بطريقة اسمها سوبر هاي دنسيتي اوليف يعني بتكون مزروعة آه، نحن معودين نزرع الشجرة بين الشجرة والشجرة خمسة متار يا ريت نبلش نشوف الصور وتتعلق لنا على الصور حضرتك إذا بدك هيدي هون <applause> مثلا هاي أول هون أول ما جبنا الأربكينا بتعرف المزارجية فوق البقاع حشرية شو عم تزرع يا ابني بندورة يا عم هيدي شجرة اسمها أربكينا هي شجرة الأربكينا إسبانية جبت خصوصي من إسبانيا حسب الريسيرش هي من أربع أنواع ثلاث أنواع بينزرعوا سوبر هاي دنسيتي يعني بين الشجرة والشجرة بينزرع متر وخمسة و... متر وخمسة وثلاثين يعني بالعادة بتزرع خمسة بخمسة يا ريت بنوضح شو هي هالشجرة للمستمعين هاي الشجرة ما بتكبر كتير في, في شجرة زيتون زي شجرة زيتون بس الاسبيس تبعها مصدرة مصدرة كاتالونيا فيك هي حلو فيها انه جزعة بيطلع وشلوحة شلوحة رايا فيك تزرعها مكثفة بسموه الزراعة المكثفة للزيتون وهيدا يصير بس تزرع هالطريقة بين الشجرة متر و35 عم تتعجبوا بس لكم متر و35 هلا رح تشوفوا انه هيدي الطريقة حتى تسهلوا القطف مشكلة المزارع زيتون بقطف الزيتون بهالطريقه بتقطف الشجره بثلاث ثواني مش عم مش عم بالغ هلا بتشوفوا الفيديو ثلاث ثواني شجره الزيتون مقطوفه بالكاميون لا بتدعوس على الارض وبتمعوسهم لا بتعبي بسحوق بسلالي لا لا شغيله ممرودين بيحملوا الزيتون ما في ما في كون خلينا نكفي نشوف الصور أوكي. ونعلق عليهم هيك احسن هيدا أه بعد, بعد ما بعد شهر شافوا الزيتون اللي عمرها طولها 20 سم مزهره مع مع انه الزيت اللبناني كتير حلو هيدي شوي اسرع من غيره اسرع من غير نوع وفي كفى اذا بده يشوف هيدي اول سنه لكيف عطيت هيدي كانت اول شهر هي اول سنه اول سنه بلشت تعطي ثاني سنه جيهم كمان برد يعني الزراعة مش كلها هينة صحيح بيجيك أوقات كوارث اللي. طبيعية كذا روحتنا شي سبعة آلاف شجرة بهالطريقة التلجي بس أنه كان بعدهم صغار وإجت وقتها ألاكسا كانت كتير قوية والبرهان ما استسلمنا كفينا وهيدي شيء وهيدي مثلا سنة الماضيه هلا السنه حاملين اكثر بكثير اسم الله يعني كثير فيها بركه هالشجره وبتعطيك بوش تكفي وتكبر و نحن اول مرحله في كفي اذا بدو هيدي لك من على الاربكينا بتطلع مثل العنقود وطعمتها مثل طعمه الزيتون اللبناني زيت الزيتون اللبناني زيت الزيتون زيت اللبناني زيت مثل يعني هي شوي اخف من زيت اللبناني الدنسيتي تبعيتهم اقل مش هي الاسيديتي تبعولها اخف الاسيديتي وهون الاساس بزراعه الارض ليش نقينا الشغل بالزيت الشغل بالزيت زيت لبناني كثير منيح زيتون لبناني كثير منيح وهيدا الزيتون كثير منيح الافونتاج تبع هيدا هالزراعه بتقطف دغري صار عندك الكميه راحت على العصر بينما الزيتون اللبناني بدك تخبط وتعفي وتجمع وتيصيروا يحرزوا تتخذهم على المعصره عله الاسيديتي يعني افضل شيء شو بتقطف اسرع وقت بتقطف الزيتون دغري بدك تاخده على المعصره، انا بهالطريقه 80 طن بياخدو معي ثلاث ساعات 80 طون بلبنان بدهم بس طريق بطريقه القطف هلا رح نشوف كيف طريقه القطف يعني هلا في شوف الفيديو اول فيديو يعني أو 20 شي نشوف اول فيديو لحتى نشوف كيف طريقه القطف بتكون طريقه القطف آه اول شيء يمكن بعد في صوره ل ل كيف بتحط الزيتون مش بكياس اه لا اوكي فيك خلينا نشوفها كمان هيدي الصوره الطريقه كمان عم نحطهم يحن بصناديق كلها مرتبه نظيفه مزبوط ضيفين. البلاستيك القاسي يعني اهم شيء الزيتون تيوصل على المعصره لا يكون مجروح ولا يكون في عقصه ليش؟ نحن عم نشتغل على ذا the highest quality olive oil in the world يعني بس بدك تاخذ مستوى زيت عالي الجوده عالميا بده يكون ما في ولا جرح ولا ورقه ولا عوده ولا عقصه تقدر تاخذ ودغري بدك تحطه ب هالصناديق القاسي البلاستيك البيضة لو كانت غالي اهم شيء ما تنجرح الحبه اهم شيء ما يكون فيها اي اي سوسي وبس تحطها بالكرتون بالسطل البلاستيك القاسي بس تحط الثاني مش بيعصره بيقلب على الثاني هون اهميه النقل تيوصلوا كمان مهوى مهو ودغري يروح على المعصر اوكي رح فرجيكم كيف بيكون سريعة القطف السريعة هلا شوف الفيديو فرجيكم شوي الفيديو هيدي ولكوا الشجرة كيف مزروعة بين الشجرة والشجرة متر و35 اوكي بس ولك... هيدي بعد ما وصلت الطريقة الحديثة نحنا... على لبنان نحن زرعناهم بالطريقة والسنة السنة ما كنا ما نجيبها لأن بعد ما عندي الكمية الكبيرة عندي بس لحيط هلا صرت زارع 11500 شجرة عندنا البروجي هلا نكست ستيب عندنا ست... 65000 شجرة عم نزرع بارض 400 الف متر تقريبا عم عم نش... عم نخلص الاراضي مشكلتنا بالاراضي كثير هون بلبنان بين حصر قرص وكذا حتى نظبط ارض واسعه لان هيدي الزراعه بدها مينيموم 400 الف متر مزروعين وخلقت فرص عمل لاهالي المنطقه هونيك و... بتشغل المزارعجيه بتشغل الري بتشغل ال لك دائما الزيتون ما بده مي انا بس كل اربع ثلاث ايام بتيجي الشجره بترجع تشرب مره ثانيه لان المنطقه فوق كثير قاسيه والمي مهم والبرهان انه السنه وين ما كان ندرب لان تاخرت الشتاء نحن فوق اسم الله يعني غير شكل السنه الزيتون مثل ما بيقولوا. المعاصر انا ما عندي معصره بعد السنه عم نحضر بروجي جديد ليك كيف ثلاث ثواني بتاخد الشجره وهيدي يلي بلبنان مستحيله بس بس تشوف هالشغل المزارع صار كل الهدر تبعولو يلي بيروح لل بيجي بيقطف لك اياهم نص الموسم قد ايه بدها تاخذ بالنهار 1000 دولار بتقطف لك 80 ل 90 طن بالنهار مينيمو يعني شغله كثير مهمه وبتعطيك سرعه بالعصر وبالكذا هلا نحن عم نشغل على شغله كمان على الكواليتي والمنطقه اللي فوق اللي حلو فيها انه اول شيء بعيدة عن البولوش عن الـ عن الـ التلوث. التلوث البيئي ما في سيارات حدي انا مبعد عن السيارات بتلاقي انه <applause> حتى المي اللي عم نسقي منها فحصناها بوتابل دغري مش عم جمع المي حتى يصير فيها بكتيريا واسقي الشجر لا دغري بشيلها وبسقيها ديركت للشجره من الشبكه دغري في كل كل كل, كل العوامل تقريبا عم تساعدنا فوق من التربه للشمس لكذا وبس عملنا الفحص تبع الزيت لاول مره بلبنان بيلاقوا الالترا بريميوم اكسترا فيرجن اوليف اويل معودين على الاكسترا فيرجن اوليف اويل يلي هو الاكسترا فيرجن يلي فيك تصدره لبرا اجمالا اذا كل الزيت اللي بيجمعوا وبتقطفه كذا بيكون صعب يوصل على 0.8 ثمانية نحن عم نشتغل على الزيرو ونزول اسيديتي بيجيك كذا كذا عامل معه يعني البيروكسيد بده يكون 3.3 <صغحت> الاوليك اسيد بيكون فوق ال 65 نحن وصلنا لهالمرحله وبلس حتى ما نقعد نبيع زيتنا بالتانكي وبالكذا عملنا له قيمه عملنا له أنين كثير مرتبه جبناها من ايطاليا من يعني انشغل نشغل نشغل هالموضوع عملنا لها كفر عملنا لها كذا تتصير مثل قنينه البلاك ليبل واحلى من يعني بطريقه كثير مرتبه حتى يصير عندك كادو تاخذ كادو زيت زيتون له قيمته اجى له قيمته وعم نعطي قيمته لهالزيت يعني انعرفت واللي حلو انه عم تنشغل بطريقه علميه وبطريقه حلوه كمان استاذ فادي خبرتك مهمه انت كمان ب هلا اكيد ما زرعت الزيتون بس عم تستفيد من هالزيت لتعمل صناعه أول شيء صناعه الصابون بطريقة يمكن صحيح بعد ما ننقلها بلديه بلديه بس بطريقه اكثر حديثه وأكتر علميه عم تقدر تعطينا فينا نحكي عنها شوي هالطريقه اللي حضرتك عملتها يعني انا ابن ضيعه عندنا زيتون <applause> بس اكيد الزيتون عم يحكي عنه الاستاذ في في فرق كبير بعده كمان لو نحن عندنا شليلي وديان يعني ولا وبعده هيدا الزيت زي الزيتون الترديشنال كمان له انتو له انتو له إذا <applause> بدنا نطور الزراعه كمان ممكن يتطور يعني هذا نحن بالنسبه لي انا شخصيا كنا دائما عينا بالبيت عنا صابون زيت الزيتون الصابون الكبير اللي صابون البلديه بلري. اللي بتنشف الجلد وبتقسي الشعر حسب يعني اذا كانت كثرة <applause> القطرون <applause> فيها يعني منا منا كثير مدروسه كانت الصابوني انا اللي عملته حقيقه آه نوع من تعديل تعديل صغير واشتغلنا على خمسين آه درجه حراريه يعني ما بنغلي الصابون بهالطريقه بنحافظ على كثير من فوائد الزيت المواد الدهنيه اللي تتراوي للشعر صحيح وحكينا عنا انه الزيت الزيتون سريع الاحتراق دونك بيفقد من من قيمته الغذائيه وقيمته الصحيه صحيح. يعني من هون نحن اشتغلت على صابون عندنا صابونه اشتغلت على صابون 100% زيت زيتون لانه بالسوق ما في 100% زيت زيتون هلا نحن اه في مرحلتين بنصبن نتركه تنشف بنطحن الصابون نرجع بنضيف بنضيف مكونات محسنات بنضغطه على مكانات وعلى قبيل نعم هلا كان في مشكله لحتى اليوم بعد ما حليتها انا أعطي صابونه زيت زيتون 100% بالمية. هالصابونه لو عملناها بتعرق بعدين مش عم بقدر احدد شو السبب هي بصراحه تشلنا العرق بتضيف زيت الكوكونات 10 حلت المشكله بس كان بي بيرغب في الحقيقه انه بس بعدها شغ... بعدها صحيه اكيد <applause> <applause> بعدها صحيه اساس الكوكونات انه أه انه أصف. مشكله صح هيدي بالصناعه في مارج 5 ل 7 ملي بعتقد عالميا المصنع في دخل عناصر تيحسن من البرودكت تبعه من المنتج أه وهيدي بس ما هي عالميا فيك بتذكرها بال بالانجريدينس بالمكونات بالمكونات لان هيدي بتساعد تتحسن النوعيه بس انه بالنتيجه كقيمة صغيرة ما له ولا اي تاثير سلبي اساسا عم تستعمل الامور مستعمل حتى كمان اشياء طبيعيه بعدك هلا هيدا الصابون القاسي اللي مثلا بنستعملها الاترون يعني الان ان نعم الصوديوم في عندنا شيء اوسع بكثير لما تستعمل الكا الكواش الكا هو هيدروكسيد <applause> <applause> البوتاسيوم البوتاسيوم اللي بيعطينا صابون الطري اللي بنحوله لسائل بيكون باز او بيكون اساس لشامبوان لمواد التنظيف بدون ما تفوت بمواد المواد بس كمان بعدنا مكون الاساسي هو زيت, 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 زيت الزيتون, الزيتون زيت الزيتون, الزيتون. آه، عندنا مواد تنظيف غسيل الثياب غسيل الصحون تنظيف البيت من زيت الزيتون اكيد معه عناصر ثانيه من النباتات الطبيه العطريه الويل او فلورال الى إيه ما و... ويبدو لما الشغله بتنجح مش انت بتقرر الناس بتقرر صح لما بيزيد الطلب على هالمونتاج بمعنى انه هذا علامه مي... علامه جيده وانا هون بحب <applause> فكره انت أعطيت هلا لما ذكرت الويل الزيوت هالزيوت العطريه اللي بتستعملها انه آه اعطيت فكره لـ لـ للشعب اللبناني للناس اللي عندهم اراضي بور انه اليوم يزرعوها، يعني يا ريت بتحكينا لنا أنت حقنا عن هالفكرة. بالفعل. أنا حبيتها كثير إنه كمان هيدي فكرة للإنسان يقدر يستفيد من أرضه من دون كلفة ومن دون تعب ويعني فعلا. إذا بتشرح لنا إياها بليز. بصراحة لما قررت أرجع على لبنان أنا أنا خريج فرنسا واشتغلت بالخارج فترة قررت أرجع على لبنان من الأسباب اللي رجعتني على لبنان. هو كنت أحس إنه عندنا ثروة بالنباتات ما حدا بيعمل عم يلتفت بي له كنت بباريس قلت لهم لا رفقاتي انا راجع ومنهم اصحابي من يغلبون رفقاتي قالوا لي شو ترجع تعمل؟ وضع تعبان وكذا قلت لهم ليكو رح ترجعوا تشوفوني عايش من القصعين قلت له كده اخوت شو عم يحكي هي دائما بدها بدها عمليه <تصفيق> <تصفيق> من بعد 20 سنه رجعوا رفقاتي اللي بقيوا هناك رجعوا شوفوا مشروعي قالوا لي فادي لكن انت اخذت الخيار الصح. يعني بطبيعتنا في نباتات عديده طبيه وعطريه. تطلع بالبريه بدون بدون ولا اي مجهود. هيدي نعمه من الله، هي انعم علينا فيها الله. انا اشتغلت عليها كثير من التسعينات. شلنا الويل اسونسيال وعملنا تحليل بفرنسا، رحنا على جراس حطينا شانتيونات مرقوا على سويسرا على المانيا اجينا مراسلات بدهم بردن. برودكت بدهم انا كنت عم بستكشف هالقطاع هيك قلت انا ما يطلع انتاجيه بعد هيدي هال هالشق الزراعي هيدا هيدا شق زراعي مهم ثروي وخصوصي ب بي... مش بالبقاع الارض الزراعيه اللي فيك تعمل لها تجهيزاتك بس بالوديان بغلبون وعين كفاع ومعاد وهالوديان وبرمانا مليان هالنباتات اللي بتطلع بالحالي بالبرية. صح شيلها حطها يا خيي زيتوني عنا ما بقى تعطي ما يعيش منها ولا العنب رخ... اختفى ولا... ولا, التين اللي كانوا يعيشوا جدودنا عليها هالارض تركت صارت صنديان واندولو وبلان اذا انا برجع بزرع هالقصعين وبزرع الزعتر وبزرع الغار وبزرع الريحان بشجر ارضي مصدر ثروي وما بدهم عنايه كتير ولا ما بدهم عنايه كثير لا بدهم رش ولا بدهم بدون... ما بدهم شيء عليك انت تهتم فيهم بت... بي... بي... على الموسم بتنقص في ناس اختصاصيه يشتروا النبتي بيشيلوا الويل اسونسيال وحتى فينا نصدرها لبرا شو لكن هيدا سروي سروي وطني وبتفاجئ انه بلبنان ولا في اراضي بور ولا, ولا حدا اشتغل عليها ايه وبعدين انه بعد في اراضي بور وعندنا هيك لكين. هالمشروع وما تاخذني الكلمة بتقول لي فادي ما بلشت تزرع انا بلش مشروعي بدولار وثلاث افران نحل يعني ما في ولا راس مال كنت ادرك اليد العين بصيره واليد قصيره بدها تمويل تشرب بدك تمويل هي بدي هي بديهيه بس الامور جاي شوي شوي ولما بتضوي على شغلي وتعمل موديل تنجح فيه الناس بتلحقك وهون ساعتها كل بيجوا شو بدك مصاري أنه انت عندك موديل ناجح وهذا كان تحدي اللي انا عشته بيني وبين نفسي وما بقي حدا حدي من كل اصحابي وحتى اهلي انه شو عم تعمل؟ كنت اقول انا ما مش لازم بدي اعمل انا عملت يا حا فيك تقول لي فيها نغير بالشكل بغير باللون اوكي بس انت انت انجزت عم بتناقش الناس على م... على انجاز مش على فكره كل الناس بتحب تعمل بس بالنتيجه بدك تعمل بدها تضحيات بدها مثابرة وهون بحب اقول شعار كثير مهضوم جراه المبادره واراده النجاح بدك تكون جريء لما بتبادر بشغله في ناس بتقول لك شو بتعمل هي بتمشي انت بتقول بتمشي يكون عندك الصبر والإرادة اللي ما بتنحني تتنجح صح وهيك. يعني حلو هالمساج أوسو. اللي عم بتقدم لنا إياها للشبيبة وهالدعوة إنه رجعوا مثل ما أنت رجعت يرجعوا على لبنان وفي كتير مجالات عمل بالفعل. وفي كتير طاقاتكم العلمية نحن بحاجة لها طاقاتكم الفكرية كلها نحن بحاجة إلى لبنان بحاجة لكم وفي مجال نقدر نطور ونقدر باشياء بسيطة يعني مثل ما عم نشوف انه بشيء بسيط بلشت مثلا هذا اكزامبل قدام انه ثلاث طفران نحل قدرت تبلش مشروع كتير كبير انا بعرف قديش نجح وشفته وشفت هالانتاجات اللي عم تعملها شال كثير منيح وبتشجع شبابنا يرجعوا على لبنان اعزائي المشاهدين هلا رح نطلع ببريك ومنتابع اليوم أعزائي المشاهدين مرجع منتابع مع ضيوفنا هالحلقة المهمة اللي فيها رسالة موجهة لكل شبيبة لبنان اللي خارج لبنان واللي عم بتفكر تظهر من لبنان وتقول بلبنان ما في شغل لا لازم أفكاركم اليوم إشياء تلاقوا أشياء جديدة إشياء أفكار جديدة تطوروا الموجود عندنا وتحسنوا الصناعات الموجودة عندنا بلبنان الزراعة اللي عندنا بلبنان مثل ما تحسنت زراعة الزيتون أفكار جديدة لزراعة الزيتون وكيف نقدر نستفيد منها استفادة مستدامة لحتى نقدر نحافظ على بيئتنا ونعرف ربنا قديش عطينا خيرات بهالبلد قديش عطينا نعم من بيئة هالبلد وكيف نحن بدنا نحافظ اول شيء على البيئه تنضل نقدر نحافظ على خيراتها، نحافظ على اراضينا الزراعيه اللي هي غنيه جدا ونرجع نطور الزراعه ونحن نبقى بهالبلد ونقدر نورد للعالم مثل ما نحن من 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 بدايه التاريخ الفينيقيين اخترعوا الحرف ووردوه للعالم وكانوا مصدر وهن اسس الحضاره لما اخترعوا الحرف قصص الحضارة نحن كمان فينا نتابع ونورد للعالم من هالبلد لمساحته صغيرة بس هو كبير هو كبير لأنه قادر بأفكار شبيبته بأفكار, بأفكار شعبه يقدر لأنه نحن شعب ذكي شعب متطور شعب حضارة قادرين بدل ما نعطي حضارتنا وثقافتنا لا للغرب يستفيد منا قادرين لبنان نقدر نخلي لبنان نضل بلبنان وخلي لبنان يستفيد منا ونورد هالحضاره للعالم اليوم بعدنا عم نتابع ب شجره الزيتون وهيدي وحده من الخيرات وشفنا انه كمان في خيرات تانية قدرنا نستفيد منها من النباتات العطريه اللي موجوده عندنا بلبنان فينا نستفيد يعني عده اشياء فينا نستفيد منها هلا اليوم بدنا نتابع معك آه مستر شربيل آه هالزراعه الزيت الزيتون اول شيء نحن عم نقدر نستفيد منها ونقدر نتاجر فيها ونقدر نحسن مستوى آه دخل الخاص والعام يعني انت اليوم بهيدا المشروع امنت آه فرص عمل فرص عمل يعني كل واحد يعني حتى ما انه ممكن يكون مشروع كثير كبير مشروع يكون صغير كمان بيامن فرص عمل وكل شيء يعني لانه ما في مشروع بينعمل الا ما بده يكون فيه لانه عشر اشخاص عم بيشتغلوا فيه فهل هل الخبره فينا نكفي تعطينا اياها لهالشبيبه تنكفي بعد ما قطفنا الزيتون صح كمان عنده مشكله المزارع بالشحاله رح فرجيكم بالطريقه اللي نحن عم نزرعها السوبر هاي دنسيتي ليش شو هيني فيك تشوف الفيديو نشوف الفيديو هلا آه دغري ما كنا بتمشي بتقص من فوق متل ما شايفين هلا ماشي بتقص من فوق لان انا بدنا المكنه تقدر نحصرها على 3 متر ونص بعرض مترين بس نخلص القص من فوق بنرجع بنجلس لإيديا وبتقص جالس بتضلنا محافظين على الكوباج تبع الزيتونه وبتكون خلصنا شحاله بينما انت بدك بالزيتون اللبناني العادي ايه بس بدنا هون يمكن إيه نحن عم نحكي على السوبر هاي هيدي شو الافونتاج تبعه ايه الزيتون اللبناني بيعقد بس بده شغل كثير صار يعني إيه بس صار في, في عندنا عندنا وضع ثاني استثنائي طبيعه ارضنا صح طبيعه ارضنا نحن يعني اليوم ما فينا نقول للمناطق اللي فيها هي جلاله مناطق فيها منحدرات ومنا مثل سهل هون عم نشوف نحن بسهل البقاع مثلا انا بدي شجع البقاع يلي بعده قاح الجرداء ما في هيدا مشروع عم و... بتقدمه للبقاع عظيم هيدا نحن عم بحكي على يلي عندك سهول رائعه ومتروكه ولك متروكه ايه. خيرات الله فيها حرام والمشكله ما فيك تشتري عقار او تستاجر عقار او كذا كلهم صار بدون بس تقول له بدي بيع بدي مليون دولار طب زراعة ولا تعال يعني تعرقل ما عم يعرفوا قيمة العرض اللي عندهم تركينه بور وما عم يخلو يعني مشكلتك المي كمان في كذا مشكلة عم نعينيها هلا مش مهم بس ريحني لك بالشحالة هلا البروسيس بدو يكفي بدك تروح على معصرة حديثة تعصر زيتك أهم شيء بتعصر زيتك دغري بدك تحطه بكونتينر بخزانات ستانلس ستيل وبدك ترقدهم انا بحب رقدهم طبيعيه في ناس بيعملوا فلتراج انا خلي كله على الطبيعه اجمل احسن بنحطه بسيلان بخزان ستانل ستيل واهم شيء يكون اذا بيكون ايزوليتد بيكون احسن دبل لاير يعني اثنين لاير بيكون احسن بعدين الفلوتون بدك تحط له فلوتون من فوق مش تعبي الخزان يكون نصه فاضي هواء ونصه زيت فبيعمل اوكسيدسيون بنتزع الزيت دغري بسرعه كثير يعني بتخلي هيدي الفلوتون تبع الخزان وين وين مستوى زيت في له مثل شامبرير بتنفخ له اياه وخلص قطع الهوا عنه يعني بس انت عم تفضيه بكون شايف الهوا بعدين دغري بدك تقطع عنه الهوا بتحافظ عليه شهر شهر ونص حتى يرقد مظبوط بعدين ببلش تعبيه ب الاناني ممنوع تكون اناني ترانسبارون فرجيني لون الزيت فرجيني شو لونه لون لك لونه شو غامق اه يعني شي بحط لك زيت كانولا معه بتعوش تعرف الزيت اذا بتقول واو شو هاللون ولك شو هالحديه اللي عليه أو بتحط زيت قطن يلي كلهم عم يشغلوا هالزيت الزيتون الأساسي، نحن تنحافظ على هل تنعطي الثقة بس بعد في عندنا مزارعين عم بيعطونا زيت زيتون. لا نحن بلبنان بلبنان إيه, ايه. بعد عندنا مزارعين بهالبساطة بهالبراءة عم ناخد أحلى زيت بس نحن أنا كشغل قلنا تنقدر ناخد تعطي الثقة للعالم أكثر اشتغلنا على الأيزوليبون واشتغلنا على اشتغلنا مع ايزو اللي يكون البروسيس مراقب انه كيف عم يتعبى كيف كذا ما يكون في اي ديفو بالبروسيس وفي عم تعطي سأل للعالم انه هيدا الشغل مراقب بالتعبئه بالكذا بالتخزين بكل شيء بلس عم نشتغل نحن على الارض مع شركه السي سي بي بي يلي عم نشتغلها بايو من ايطاليا شركه ايطاليه فاتحه بفرع بلبنان تعملنا هي انسبكشن انه كل بضاعتنا كل الزراعه اللي عندنا هي اورجانيك يعني مش مدخل اي عنصر كيماوي او اي عنصر ضار او اي كذا وهيدي كمان بتعطي ثقه اكتر للبدو بده يشتري انه هيدي البضاعه في كفاله في مسؤوليه يعني فيك فيك تلاحق حدا اذا في غش وهون انا بنصح كل العالم كل المزارعين يفوتوا ببروسيس حدا يراقبهم معلش الرقابه حي مكلفه بس الرقابه عم تعطيك سأل العالم وعم تعطيك برودكت اه اه فيك فيك تظهر فيه لبرات لبنان وبرات لبنان صاروا بيحترموه هلا اني بس وقت تعبي بدك تعبي بقنينة اه غامقه غامقه ما يكون الا لون ترانسبرون اه هيدي اول ما تفوت الضوء قد ما اول دول. شيء بدك تحميها من الضوء من الضوء لان نحن الف... بنعرف انه اليوم في رياكسيون اسمه فوتوشيميك مزبوط بالضوء بتاكيد بت... بتأثير بلس, بلس, الفلين نحن... اللي بدك تحطها الغطا اللي بدك تحطه اذا بيعمل اوكسيداسيون لان نحن في 0.3 اسيد أسيد كثير قليل بس شو ما كان اذا بدك تحط شيء في كلوروم من فوق بالفلين بدها تنتزع وبدين ينزع لك الزيت في سبي... هودي في شيء اسمه سبيسيال للزيت هودي كمان بدك تجيبهم من مطارح بدك تنتبه على كل برودكت عم تستعمله بلاست الغطا اللي بدك تقفله نحن تنحمي كمان الزيت اكتر من القنينه حتى بس تفتحه بزيت الساعه لو بعد سنه عم تفتح القنينه الزيت وعم تصب منها كانها هلا معصوره عملنا لها علبه كرتون كمان حمايه لإلها اول شي صار شكلها منيح للكادو وتحمية من الحراره يعني فتحتها الست حطت منها بالسلطه ومدوره اي هون دوره الغاز هون يعني ديفرونس دو كمان بتضرب نوعية الزيت بينما بس بهالطريقة وترى تحطها بالكرتونة حميتها من عوامل التأس الحرارة والسقعة وحملناها بماكسيموم من الضوء هي اوريدي أنيني سودا كمان ساعة اللي بتحط منها كأنها هلأ معصورة وهيدا الحلو بالشغل أي هلأ السؤال اليوم شو هي الشروط لحضرتك اعتمدتها او بنقدر ننصحها للناس نقول لهم كيف بيطلع المنتج بيو لانه اليوم في عندنا شروط كثير قاسيه مظبوط ليكون بيو لانه في كثير اشياء بنسميها بيو هي منا بيو مازم. لانه في عوامل خارجيه قريب يمكن كن انا عم بشتغل بطريقه بيو بس في مش منتبه للعوامل الخارجيه اللي حول مني <applause> هي عم بتحول المنتج تبعي منه بيو ميل نحن هون الحلو بشركة شركه اللي عم تعملنا الانسبكشن اللي عم تراقب المشروع هي عم تعطينا النصح اللي نحن ما بنعرفها بعد يعني شو هي هالكريتير هل هلا اول شيء مثلا ثابت مش انه ثابت انا مشروعي بعيد عن العالم ما في حد حدا مزارع زارع حد هيدا اول كريتير اول كريتير تنقل عن تنقل عنه بكتيريا من برا أي اللي... او رش كمان مزبوط منطقه كثير قاسيه ما فيها كثير بكتيريا ما فيها انواع كثير حشرات عايشه بالفوق يعني كمان هيدي افونتاج بتقول انه قاسي وعم تسقي كل يوم وكذا ايه بس عم باخذ بالها ما في عندي حبة معقوصة بكل البستان تبرم يعني منيح بز... كتر خير الله ما عندي ولا حبة يعني أو هي في العوامل فيها عوامل فيها كذا المناخ فوق قاسي عم في العوامل العوامل الفيزيائيه اللي بنسميها من ابيوتيك مظبوط ابيوتيك الفاكهه هيدا بتخلي انه هالبرودكت هال... يطلع بعدين بنحط السويد طبيعي اوكي بيطلع لك حشيش انا بيهمني الحشيش يطلع كعب الشجره هلا اكيد المزعجيه فوق ابع الحشيشات يا خيي ما الحشيش بحافظ لك على رطوبة بنخلي نحن بنقص الحشيش بس بنخليه على كعب الشجره تيحافظ على منطقه كثير قاسيه مناخها فوق هيدي كمان افونتاج بتخلي يعني السويد الطبيعي المعزي والبقر بنحطه هيدا مهم كمان اورجانيك بلس بنجيب في شركات بتنصحنا فيها الشركه انه هودي اورجانيك يعني مخليط سويد بكونوا معاملين مثل يعني مثل سؤال هون انا بدي اساله يعني بدي يكون مثل شوي عم بسال لوضح انه اليوم انا اللي بحط سواد طبيعي من ان كان بقر ولا غير حيوانات عم لنا اياهم لما يكونوا طعمينهم آه شيء آه, آه, شي. آه, اه ما هون بدي اسال سؤال دغري فهمت علي انه اليوم نحن عم يفحصوا لنا اياهم مطعمين ادويه وكذا كمان هلا بهالسواد وصلت الادويه نقلناها للزراعه ما بنجيب سويد سواد من بقر فارم عم نجيب من السواد المعزي يلي محطوطين هودي المعازي بالمنطقه بتبرم عم ناخذ يلي بيبرموا بالحي بعدهم بيرعوا ايه هودي عم يرعوا بيو بيرعوا بيو كمان والبقر يلي عندهم هاو البقر عم نخلط معهم هودي السويد يعني مش عم نجيب السويد البقر يلي تبع الفيرمات وتبع كذا لا سيبك يعني تعمل له فيرمونتاسيون وتحرقهم وتعمل لهم كذا مش مضطرين ولا فاضيين انا بعده مشروعي مقبول يعني على 70000 الف متر بكره بصير بال 400000 الف ما نصير نشتغل على برودكت يجي جاهز ما يكون في بكتيريا يعني في اصلا بالسوق هلا معقم خالص ايه م. في منهم بلاس اللي حلو هلا نتعلمناه تعلمناه بالسنه مثلا أه استعملوا لنا يعني شيء كثير ناعم تا ما يخلوا حشرات تضرب الشجر جابوا شيء اسمه ارجيل الفخار نعم اللي على الشجر فخار هيدي طبيعه من الارض ارجيل مش مش الفخار يعني الدلغان اللي بده يصير اذا حرقناه بيصير فخار الدلغان جابوا لنا هيدي بروسيس من ايطاليا، قال له بترش لي شوية دلغين جرب لي تيست على على قسم من الشجر. وكي يا تسحب بتسحب رطوبة من الفضاء من الهواء صح وبتعطي للشجرة بتحافظ يعني صرت اسقي هيدي مرة بالجمعة، هيدي بدي مرتين بالجمعة. يعني عملنا تيست على اختباراتهم هني أنا ما استرجيت فوت بالمشروع كله، يعني عملنا شغلة حلوة يعني عم يعني السنة بدي أعمل كل المشروع بهالطريقة لأن طريقة حلوة تخفف، وتوفر علي رش التوبة. ورطوبة ماي. اي مي بتخفف علي مي، بعدين هي الدلغاني طعمتها مزة ما بيجي حشرة خالص عليها كمان، يعني ليك كيف عم يخترعوا الإيطالية على شغلات عنجد وهيدي فكرة إنه كمان إنه كل الشبيبة اللي بالعالم اللي عندهم شبيبة لبنان اللي تخصصوا إن كان من الناحية الكيميائية أو من الناحية بالشيمي أو بالفيزيك أو بكل، في لنا في لهم مجال حتى يقدروا يفيدوا المزارع من ضمن اختصاصاتهم مثلا مثل هالاختراع مثلا مثل هالفكره انه نستعمل الارجيل لحتى نقدر نسحب رطوبه أه استاذ فادي أه كمان انت هلا اليوم كشيميست بدي احكي معك شيميست أه اللي قدرت تطور صناعه الصابون من خلال أه معلوماتك الكيميائيه دراستك كمهندس كيميائي أه اليوم الزيتون شو فيك تحكينا عنه الزيتون زيت الزيتون والزيتون اللبناني اللي هو نحن بنعتبر انه دائما بنقول ملك الصفرة والزيتون اللبناني اللي هو فخر لنا بين هون يعني كشيميست انت كيف قدرت تستفيد منه وشو هو قيمته؟ يعني بصراحه انا ما قمت عزت على انما بعرف انه زيت الزيتون بثقافته له قيمته غذائيه مميز مميز من هون كنت مصر انه تكون صابون زيت زيتون 100% ما تخلى ولا اي زيت لانه زي كل عمرنا نستعمل الزيتون بكام من زمان لعلاجات ممكن. ان علاج القروح ولا علاج الروماتيزم ولا وبعدها وما تزال وما تزال بعدنا في عندنا تراديسيون بعد انه بعدنا في ناس كثير بعد عم تستعمل زيت صح. الزيتون كعلاج انا بذكر لما كنا بفرنسا بسبعينات 75 76 لما كنت تلميذ كان في حمله ضد زيت الزيتون صح صرت انا اتساءل يا عمي جد 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 عاش على زيت الزيتون يقلي ويطبخ وكلهم مع انه هلا ممنوع ينقلب <applause> الزيتون يعني انه لا ده فيها غلط اليوم هلا بصلح لك شوية معلومات نا. تجارية بالاذن اذا نعم. نعم. بفرنسا كسد الحليب عندهم صار عندهم انتاج كثير ضخم وشافوا انه بالصين كله نقصار واللي ما بتوظف اذا بنت تحت المتر 150 ما بتتوظف ب ايه اعلان بالصين الحليب بيطول انقطع الحليب بفرنسا وببلجيكا وب ما بقى قطع الحليب صار رح كله على الصين بامريكا انتاج الذره زيت الذره. أكبر إنتاج عالمي بزيت الذره أو الدره هو بأمريكا وشافوا أوروبية مش عم ياخذوا زيت الذره من عندهم. وعندهم إنتاج زيت زيتون. أنا هيدا تصوري وأكيد ما بعرف هذا فكرتي. إي أيوة بس لحتى ما يسو لحتى يسوقوا زيتاتهم قالوا ما ممنوع تقلوا تل... بالزيت الزيتون لو بالزيت الدره. هيدا نباتي وهيدا نباتي شو رح تفرق معك؟ لا رح تفرق لأقول لك يمكن نحكي يمكن إذا حكينا بخير... حكيناها بغير حلقة <applause> انه شيميك ما هي ستركتور موليكولير تبع الزيت الزيتون فيها آه ليزون وحده إيه؟ يعني فيها إنستوراسيون وحده، فرق ما هيدوك الزيوت انواع الزيوت فيها اكثر من إنستوراسيون وعم بتحكيني هون مشان هيك آه هيدوك الزيوت بتتحمل حراره اكثر من زيت الزيتون مشان هيك بصير زيت الزيتون محروق اسرع بيحترق سرعه اكثر صار okay. يضر يضر اكثر يعني آه اللي حلو بسالون دي سيانس انه دي عندنا هالنقاش دائما وهال الافكار يعني ليه جت مزبوط هلا طلعت افكار انه ينضرب لحتى مشي برودكت بضرب بطلع خبريات على هيدا بس انه اليوم صرنا نعرف وفي حال انه استعمل يستعمل بطريقه انه ما كثير ينحرق على الزيت هيدي الفكره الجديده العلميه يمكن انت حضرتك شي ميكس فيك تحكينا عنها من هون دكتور عم بحكي انه تفاجات بهال بهالحمله بهال بعد فتره صارت قنين صار للذهب تنباع <applause> يعني في... في 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 على... تجاريه ما نحكي هيدي اليوم مشان هيدا هو اهميه بسالون دي سيانس انه نحكي الحقيقه العلميه ده. الحقيقه العلميه الحقيقه العلميه عن زيت الزيتون الافضل يتاكل ني الافضل يتاكل ني وبكميات قليله على... كان مع اللبن وهذا وبيطلع نكهته اطيب ومن ما يكون محروق آه نرجع نكفي معك كشيميست نحكي عن اهميه هالصابون طيب. انا هون في شغله كثير مهمه من صفات صابونه زيت الزيتون صابونه زيت الزيتون بتذوب بشكل هائل بالماء اكثر من كل الزيوت الصابون الناتج من غير زيوت من او شحوم حيوانيه هيدا اللي خل... نبهني انه انا اذا عملت الغسيل الصحون بشطفهم ما بيبقى ولا اي اثر ريزيدو أسرع آه على الصحون صح مثل المواد اللي عم نستعملها ما بتطلع واذا ما بيضر واذا باقي ما بيضر ولا واذا بقي ما بيضر حتى مثلا غسيل الثياب بنحس دائما انه دائما بتيابنا بيطلعوا من الغساله فيهم ريزيدو من المواد اللي عم نستعملها لما عملت مشان هيك لها. مشان هيك اغلبيه الناس بتعمل الرجي على ثيابها إيه؟ لانه باقي بعد من هال الريزيدو المواد الكيميائية اللي بنستعملها مستعمل. بزيت الزيتون لما بتشطف تغسيلك ما بيبقى شيء لانه بيدوب بشكل سريع بالماء وبكميه كبيره هي هي تنبهت لها واشتغلت على اساسها وبتصور ما غلط يمكن اكيد ما غلطت <applause> وبنرجع بنذكر انه في شغله انه بالاسعافات الاوليه عندما بيكون في جريح على الطريق وكذا اول شغله من الاسعافات الاوليه بنعملها انه بنغسل الجرح انه ما معنا ديترجان ما معنا او ما معنا ديزانفكتان بنستعمل الصابون البلدي تنظف الجرح وفينا ندهنه بالزيت تنمنع البكتيريا وزيت الزيتون يعني هيدي شغله كثير مهمه لقيمه الزيتون نحن بشغلنا زوجنا زيت الزيتون مع العسل هون. العسل يستعمل طبيا بالجراح يستعمل صح ومن هون احنا بشيء انا شعر مهضوم بالعسل وزيت الزيتون جمالك وصحتك بنصوم كل شغلنا البيز عليه هو زيت الزيتون والعسل هيدي مقوله موثقه من كيميائي يعني مثبته من كيميائي يعني جماعه الادب والشعر مع العلم لا صراحه الشغل هو جمال صح مش بس قد بيطلع مصاري صح ما هي في لذه بالعمل في مش متعب. في متعة الشغل بالشغل بقول لك انا صار لي سنين عم بشتغل بالكاد يعني قد خير الله عايش بس انه الهدف مش انه شو بيطلع مصاري مش مزبوط هالكلام لازم نطلع من هالفكرة هيدي انا عم بشتغل اتمتع الفكرة. انا بتمتع بشغلي وبنت شغلة مفيدة لكل الناس اللي حابين ياخذوها صح هي مهمة مصاري المصاري هي نتيجة مش هدف صح لما بتصير المصاري هدف في زعبرة صار في زعبرة لو المصاري هي نتيجه انجاز عمل انجازك والمصاري بتجي لحالها صح هذا كثير هالشيء هيدي هيدي, فك... عن خبره فكره حدثتك. اساسيه بطريقه تعاطينا صح من هون كان عندنا صبر تعطي من عمرها 30 سنه ل لتعمل صابوني او شامبوان او كريم حلاقه كله من زيت الزيت <applause> 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 يعني هاي... كثير عم نستفيد من هالخبرات حضرتكم يعني كيف عم نقدر نوجه نحن آه الشبيبة اللبنانية باك. نقدر نستبيد بعد عندك شيء نقدر نقوله بعد بهالوقت القصير باك. المتبقي باكي شغلة كتير مهمة يلي نحن يمكن ما عم ننتبه لهيك هيك حكينا شوي عن التسويق أهم شيء اللي عم يأخذ أنينة زيت معه على الطيارة على المطار عم يردوا له إياها عم ياخذوا له إياها على المطار بتروح على أوروبا تأخذ أنية الزيت من المطار وبتحطها بشنتك بإيدك وبتاخذها طيب يلي بدو ياخذ هون بده يكون حامل باكيج خشب وهلا ينتبه اللي بده ياخذ انينه زيت ما في حطها بالشنطه مثل ما هي بدو يحط لها باكيج خشب بدنا نشوف اذا هون نقدر نلاقي دولة شوية تساعد تلاقي فورمول يلي اخذ معه زيت تقدر يعني بالشنطه بطريقه ما تفتح معه اوكي نحن كل اللي اكيد ممنوع يفتح بالشنطه اذا مقسومه مسكره مزبوط كذا يخلوه ياخذها او يلاقوا فورمول يسهلوا تقدر يشح... ياخد زيت معه ياخذ زيت بكون اخذ زيت لبناني وهيدي بتفضي شوي السوق اللبناني يعني كل جاي واحد من اوروبا بياخذ هديه من, من زيت, من زيت زيتون لبناني وعم عم... على المطار عم ياخذوهم يعني هون بدنا نلاقي ليش اوروبا بخلون يحطوهم بالشنطه ونحن لا نلاقي شويه فورميل كومون يعني هن عندهم زيت يعني. عندهم زيت كثير باوروبا يا اخي بدهم شي ياخذوا زيتنا فهمنا بس نحن مش نحن نحن نمنع حالنا نصدر زيتنا يعني نلاقي فورميل يا على المطار نحط علب خصوصي اللي اخذ معه زيت نبيعه العلبه على المطار ويا انه بس سعر مقبول ببلاش يقدم لهم اياها خي نعم انا ببلاش بس خلي هالعالم يأخدي مع سوفونير من لبنان زيت زيتون ما ياخذون على المطار هيدي هي يعني اليوم بدها اليوم من الدوله يمكن هاي توصيه او هيدي تو... توصيه صغيره هي ومهمه نقدر ان تسهيل تسهيل ناخذ هدايا من لبنان من بيئه لبنان من طبيعه لبنان ويكون اكيد فخر لإلنا وتكون يعني يمكن هيدي شغلة صغيرة بتعمل دعاية للبنان أكثر من تصدير أطنان من من الزيوت أو شيء أو حتى من أي منتج لبناني صابونة لبنانية اليوم تأخد فخر اليوم لبرا هيدي شغلة كثير مهمة شغلة مهمة لبنان بلد سياحي بلد بيخد يمكن سائح بياخذ يمكن بياخذ كمان سائح فكره كثار ناس عندنا نقطه بيع بسوق جبال القديم كثار سواح اوروبي لما بيشوف مثلا العصر شو لا ما فينا ناخذها او أنيني ب ملي ليت لا بياخذ المي انه في في في, في ريستريكسيون يعني في ايه هاي لازم يصير في تسهيلات لازم تق... مثلا تفضلت وقلت لازم تندرس لانه هل هل كم من السواح يعني اوكي ما رح بس اكيد المستقبل في كم من السواح للبنان هو بحد ذاته صاروا هو بيصرفوا لك جزء جزء necessary... كبير من انتاجها بكل الميادين جاي من اسبانيا جايب جايب انيتين اربكين لك شو جاي مثل ما انا عندي اياها بلبنان انا عندي اياها بلبنان كيف جبتها انا ممنوع اخذها معي انت في كيف جبتها؟ لا خشب لا كذا تبع تنلاقي شوي المعامله اللي بالمسجد هي هي انه حتى نقدر نشجع كمان هذه توصيه من توصيات اللي بنقدر نطلعها من سالون دي لا نلفط النظر يمكن مش مش منتبهين لها دونك هيدي لفته نظر كثير مهمه وهوني ومهمه لشبابنا كمان يقدروا يستفيدوا من هالدعايه ياخذوها هديه لبلاد برا ويعرفوا عن لبنان وصناعات لبنان وانه لبنان في اشياء كتير حلوه وكتير قيمه جدا آه كلمة أخيرة، شو بعد فيك تحكينا عن آه نتفة عن مشروعك وعن آه فضاء الزيت والزيتون وبالصناعات اللي أنت اللي عم تستعملها كتير صرت كك ككيميائي قدرت تلاقي عدة مجالات لقيت لا بالفعل نحن يعني ما 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 اكتفيت بالصابون نو صابون جي... ايه صار جز... جزء جزء من منتجات قدرت لأ... تعمل من زي... من الزيت زيت الزيتون عملت عدة أنواع بالفعل. منتجات بالفعل عندنا تقريبا شي 30 منتج 30 منتج اساسه زيت الزيتون زيت الزيتون والعسل المكون الاساسي تبعه زيت الزيتون والعسل. والعسل والعسل مع بعضه رالي. والعسل كمان حكينا عنه كمان كثروه لبنانيه شو. كمان من من زهور لبنان من من طبيعه لبنان أنا تتن... رائع جدا تنوع نباتي ملفت هيدا هو التنوع البيولوجي يعني. انتجي... عندنا إيه كميات بس في نوعية مميزة أكيد بالنسبة للعسل أنا اللي ما بعرف اللي بحب أقوله الإنسان المهم يحقق نفسه، وهيدي منا منا بالسهولة، منا بخصوصي نحن ببلد ما إلنا رعاية، أنا بعرف إنه بأوروبا الشرق الصغيرة والمتوسطة بيشيلوا عن الضرايب حتى بيدعموها مالياً سيبونسيون تتحقق فكرتك إذا فكرتك بينت ناجحة بيدعموك لانه بتخلق فرص عمل وعم بزيد منتج ببلدك يعني انت بيحضنوك تتكبر تتساهم بانتاج بلدك نحن هون متروكين بحب اقول شيء مساج بدي احب مره انا شاب بدي بدي بروح على البنك باخذ قرض على سبع سنين قرض سنة, سنة هيدا الشروط تبعه برد بسكر كل سنه وصار سبع سنه او خمس سنه قبل السبعة بتعصر لسبب ما شو يعمل البنك؟ كل دفعته بياخدن والمبلغ اللي اعطاك اياه بيعرض كل ممتلكاتك بالمزاد هذا ظلم انا دافع ثلثين المبلغ كيف 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 هيك؟ هذا ظلم هذا بي بيخوف الناس أنا, انا 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 بقول لأ لأ عندي اولاد عندي صبيان بقول لهم على بنك صح بصراحه لانه الصناعة أيه. إلى شروطها المفروض تكون في آه القرض بده يكون في تسهيلات من مش معقول مش تسهيلات تسهيلات كمان مصرفية بيأ... بطريقة بيأسوا بيأسوا الشباب شوي شب... كمان ترحم ال شب... الشباب بيهجوا ترحم دل... هاي... هاي... الشباب واللي عندهم افكار جديدة لصناعات جديدة ومنتجات ويعملوا افكار صناع افكار لفرص عمل صناعة الصناعة, الصناعة بتاخذ وقت اي بتركب تت... تت... تركب الفورميول وتقنع الناس فيها بتاخذ وقت صحيح يعني انا مش عم جيب بطاطا بيعة نهار صح هيدا هيد مش معقولة مش موجودة في اشياء كمان حتى نشجع الشبيبه يبقوا بلبنان ويستفيدوا في ظلم آه كمان آه مستر شربي الكلمه الاخيره بنقدر نقولها بهالحلقه القيمه اللي اعطيتونا اياها هالمثل القيم اللي اعطيتونا اياه يعني آه بدك تعمل مشروعك اعمله يعملوا منيح وادرسوا مظبوط يا ما تفوتوا من الاول ف... وما يخافوا يعملوا ما يخافوا مش يعملوا دراسه وفي كثير ولك بكفي كل ما اطلع لفوق برجع راسي مرتاح بفكر برجع بعمل مشاريع جديده فوت بالكونكور باخذ كونكور هندسي لان جاي من البقاع راسي مرتاح فيني اجيب افكار جديده حلو واحد سبت احد يعمل شيء غير العوده غير الى الطبيعه وتخلينا غير غير عن جد غير السهر والدهر والمطاعم نعمل شغله مضبوطه نضعف شوي يعني نضع <applause> عملنا شوية حركه في شوية صيد وشوية ما زراعه وبنتمنى كمان هلا كمان الصيد نقدر نكون الصيد مدروس ما كمان نحن مش مع الصيد ولا ضده 100% بس الصيد بيكون بطريقه مقبوله مقبوله محترمه نحترم فيها الطيور المهاجره الطيور اللي عم بتكافح الحشرات والافات الزراعيه اليوم نحن لما عم نتصيد وعم نقتل هالطيور عشوائيا وبكميات هائله جدا عم نضطر نستعمل المبيدات الزراعيه ونرجع نقدر وترتد علينا المش... سلبا لانه عم ترجع تصل لنا هون المشكله يعني. مش عنا المشكله بتركيا عم يحطوا مبيدات اذا بتلاقي على اليوتيوب عم يحطون مزبوط وعنا لبنان تلال وعنا ايه. بسوريا قبل ما يوصل الطير على لبنان ملايين الاشباك ملايين مزبوط وعنا بلبنان عنا كمان هالصراع ماشي نحن قليل ف... الاشباك بلبنان ماشي ما لها طعمه ايه. بتروح على سوريا عم يستاجروا 100 ايه. الف متر ويحطوا 2000 ايه. شبكه ايه. فاليوم على هالفكرة هيدي انه اليوم نقدر نرجع نستفيد ونحافظ على بيئتنا بكل عناصرها اللاحياتية الابيوتيك وعناصر البيوتيك الحياتية ان كانت من نباتات من حيوانات كائنات حية كلها سوا او كان من عوامل فيزيائية طبيعية نحافظ عليها ونقدر نستفيد منها واراضينا وكل بيئتنا مهمه لنقدر نستفيد منها من دون ما نستغلها استفاده مستدامه والى اللقاء بحلقه جديده من سالون دي سيانس